محمد مشراوي، بداية يعني هذا حديث متقدم للرئيس أردوغان، ربما تشمل فيه كثير من الأطراف حتى منها الجانب الروسي والولايات المتحدة وأطراف عديدة، إذا ما بدأت مثل هذه العمليات البرية كيف ينظر لها؟ كيف تبدو تفاعلاتها إلى الآن؟ بالفعل ماجد، الرئيس التركي استخدم عبارته الشهيرة سنأتي ذات ليلة على حين غرة وقد فعلناها، في إشارة إلى عملية السيف المقلب التي وهي عملية جوية نفذت ضد معاقل حزب العمال الكردستاني يوم أمس، وأسفرت وفق وزارة الدفاع التركية عن مقتل 1441 عنصرا من حزب العمال الكردستاني. الرئيس أردوغان يقول إن العمليات العسكرية التركية قد لا تقتصر على التحرك جوا، بل ستكون هناك يعني عملية برية وفق النقاشات الجارية حاليا في أروقة القرار في أنقرة. وأشار أيضا إلى الموقف الأمريكي، يقول أردوغان أننا منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما نطلب من الإدارة الأمريكية وقف دعمها وإرسال السلاح لهؤلاء الإرهابيين بوصفه، لكنهم لم يفعلوا شيئا إلى الآن. أيضا التهديدات التركية كانت تصاعدت في الآونة الأخيرة في قبل حوالي 3 أشهر تقريبا بتنفيذ عملية عسكرية في منطقة عين العرب كوباني، ولكن هدأت وتيرتها عقب اجتماعات عقدها الرئيس أردوغان مع الرئيس الروسي في أستانا وغيرها من الأماكن، وعلى ما يبدو اتفقا على تهدئة الوضع وألا تكون هناك عملية عسكرية برية. ولكن اليوم مع تصاعد الهجمات بدءا من التفجير الذي شهده شارع الاستقلال في ميدان تقسيم باسطنبول قبل 9 أيام، وما حصل اليوم أيضا من إطلاق قذائف صاروخية أسفرت عن مقتل 3 مدنيين أتراك من بينهم طفل ومعلم داخل مدرسته، هذه التطورات الأخيرة على ما يبدو أثارت حفيظة تركيا وجعلتها تكرر الحديث مجددا عن التحرك البري شرقي الفرات ضد حزب العمال الكردستاني.